السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده سهل جدا في الاستخدام، وتقدر من خلاله تعمل فيديوهات سريعة جدا، وفي أدوات كتيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي زي ما نشوف مع بعض. هو الميزة إن هو فيه تمبليت كتير، آلاف التمبليت، تقدر تختار أنت عايز تبدأ الشغل من إيه. يعني مثلا عايز حاجة مثلا زي كده تأثير دوت، أو عايز حاجات خاصة بالبيزنس، فهتلاقي تبدأ بقى تختار أنهي فيديو اللي أنت عايز تعتمد على التمبليت بتاعه. يعني مثلا أنا اخترت دوت، تمام، بيقول لي اختار المقاس اللي أنت عايزه. اختار المقاس اللي أنت عايزه، فاخترت مثلا دوت وأقول له كاستمايز. طبعا ممكن تكون عايز انستجرام او اي حاجة تانية، فتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه. زي ما انت شايف فيه هنا تولز كتيرة، لو انت عايز تضيف حاجة، عايز تضيف ميديا، عايز تضيف تكست، عايز تضيف اليمنت، عايز تضيف ترجمة، تمام، عايز تدخل اي فيديو او اي صور، فتقدر ان انت تدخلها هنا. وطبعا في صوت، وسهل جدا ان انت تبدل الصوت، ممكن تسجل صوتك انت او ترفع صوت من عندك، تمام. بيقول لي بقى اختار الحاجة اللي انت عايزها، ممكن تحط فيديوهات معينة. ماشي، فانا هختار الصورة مثلا ديت. انا هنا الميديا اللي على اساسها هتبدل مع الفيديو اللي هناك. دي الواجهة اللي بتبدأ تشوف فيها الشغل بتاعك. وهنا بقى التقسيمات بتاعت الفيديو، يعني ده الجزء الاولاني اهوت، ده الجزء التاني. جواه مثلا صورة معينة تقدر تعمل ريبليس للصورة بتاعتك مع الصورة اللي هنا. اهيت العنصر دوت. فبكل بساطة تعالى بقى نشوف المقطع هيبقى عامل ازاي بقى. تعالى بقى نشغل. احنا عملنا ريبليس للصورة، بحيث هو بيشغل فيديو يبدأ يظهر معاك الشعار بتاعنا وبنفس المؤثرات، وكذلك بقى كل الأجزاء اللي موجودة في الفيديو اللي موجود هنا. ممكن بقى نحط فيديو فياخد مثلا اول كام ثانية، بحيث ان هو يبقى موجود كأنه حصل ريبليس للفيديو. والصوت ده برضو ممكن تيجي تعمل سيلكت عليه وتبدأ ان انت تلغيه او تعمله دوبليكيت او ديليت او تقسمه. وتكست هنا عايز تكتب تكست زي ما انت عايز، ممكن اجي هنا كل تكست موجود هنا، وتقدر تغير المؤثر الموجود. طيب انا عايز اغير الكلام، فاعمل سيلكت هنا واقول له مثلا بيم اريبيا. تمام، وتختار الشكل نفسه عايز يظهر ازاي. شايف الموضوع سهل جدا وبسيط ازاي؟ طيب عايزين سبتايتل، فتلاقي سبتايتل. ممكن بقى سبتايتل ان انت تقول له اوتو سبتايتل، هو يبدا يسمع الصوت ويحول الصوت لتكست تظهر معاك كترجمه هنا. او ممكن مانوال، مانوال بقى تبدا تمشي واحده واحده وتبدا تشوف الكلام وتكتبه انت، او ابلود لو انت عندك ملف السبتايتل بتبدا ان انت ترفعه عادي. دي ممكن تكون انت عايز فيديو، فعنده هو مكتبه جميله جدا، المكتبه مفتوحه المصدر يعني ملهاش حقوق، فتقدر تختار اي واحده وتعملها البليس، وكذلك الصوت وكذلك الاوديو. عنده مكاتب فتقدر تختار اي جزء، يعني مثلا تختار الجزء دوت هتبدا ان انت تعمل له ريبليس مع هنا، تمام، او ده مثلا اي جزء فيهم هتبدا تحطه ويبدا ان هو يعمل ريبليس. ماشي، جاتت. وكذلك الاوديو، وكذلك عندنا هنا اليمنت، لو انت عايز تحط اي شكل من الاشكال. طيب خلصنا، هتبدأ بقى تعمل له اكسبورت.
تمام، بتختار المثل اللي انت عايزه، سواء فيديو او سواء جي اي اف او سواء صوت، عايز انت الصوت بس، تبدأ تختار اللي انت عايزه. اغلب الادوات اللي هنا بيكون فيها حاجات بالذكاء الاصطناعي، زي مثلا تكست تو فيديو، تبدأ تكتب انت التكست ويعمل لك الفيديو، زي اي اي ايمج جنريتور، تبدأ تديله تكست ويعمل لك الصورة، ممكن يساعدك في ان تكتب سكريبت، ممكن تكست تو سبيتش، تبدأ انت تديله تكست ويحول التكست ده لصوت. طيب خلينا نجرب تكست تو فيديو. انت بقى شوف مثلا elephant flying in air، تمام، وبتبدأ تقول له generate، يبدأ هو يعمل لك الفيديو. للأسف مفهماش يقول عشان غريبة شوية، تمام، يعني ممكن بعد كده يستوعبها ويفهم. المهم دي فكرة الموقع، وبيساعد جدا في عمل الفيديوهات، فتقدر ان انت تختار وتجرب وتبدأ تعمل فيديوهات. طبعا عشان هو فري فالإمكانيات اللي هو مديها لي بتبقى محدودة شوية، تمام، لكن لو انت عايز تشتري هتبدأ بقى تشوف الأسعار الموجودة، هتقول له أبجريد، فبيقول لك ان هو في حدود $10 في الشهر، تمام، توفيق ان شاء الله.